حينما يسمع الى المتصل السياسي او الى ادوات الدعايه ويريد ان يسمع اطرافا ويعرف قصص هذه الاطراف ورواياتها ثم يقوم بمقاربه ما يسمعه من خلال تعدد الحياز، لكن الصحافه الجيده هي التي تقوم بنقل هذا العالم بكل تفاصيله بدقه وشرحه بشكل موضوعي لكي يتخذ الجمهور قرار وهو في الامور. الصحافه الجيده هي التي يلجا اليها الجمهور في اوقات الغموض والخطر وعند اتخاذ القرار. كان عنده 12 سنه يحاول يروده في اول مكان يدرب اول قبله وجهه نحو الشمس لكي يرى ظل عشان يقدر يسيطر عليه ويتسيد ويمتطيه. اعتقد ان احنا محتاجين في الصحافه عندما نستخدم الذكاء الاصطناعي لابد ان نوجهه الى شمس المهنه. شمس المهنه دي معينه. عندما نوجهه الى هذه الشمس سنستطيع ان نمتطيه، سنستطيع ان نتسيده. ودي مسألة متعلقة بكل شيء متعلق بالأدوات، لأن عندنا حماية تكنولوجية مش هنقدر نهرب منها. فبالتالي أعتقد أي استبدال للذكاء الاصطناعي لابد أن تبني جدار حماية. جدار الحماية هو معايير هذه المهنة واشتراطاتها. لا يمكن أن تستخدم هذا الذكاء الاصطناعي بدون هذه القصة، بمعنى لا يمكن أن تسير في طريق بدون إجراءات، بدون تعليمات، بدون أدلة شرعية. ممكن نركب عربية تدوس بيها على الناس، ممكن نركبها عشان نوصل من مكان إلى آخر. فأعتقد عندما نستخدم الذكاء الاصطناعي لابد أن نستخدمه من مساحة المهنة وليس من أي مساحة أخرى. هل المؤسسة الصحفية والإعلامية أستاذ علاء عليها دور أنها تدعم الصحفي إذا ما أدخلت تقنية جديدة، إذا ما اعتمدوا على تقنية جديدة، هل هي مسؤولة عن ده وعليها دور؟ الاقتراب المتعلق بالمؤسسات في خصوص الذكاء الاصطناعي لابد أن نشوفه من وجهين، الوجه الأول متعلق بالصحفيين أنفسهم، كيف يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي وتحديدا أدوات الذكاء الاصطناعي التمويلي في الصحافة، ده نمرة واحد. أما نمرة اثنين، كيف تملك المؤسسات الصحفية أدوات الذكاء الاصطناعي في بخصوص أنظمة النشر وإدارة العمل اليومي؟ مسألة أخرى. وأعتقد أن الغرب في القصة دي يعني هيلغراف مثلا في واشنطن بوست زي نيويورك تايمز في حاجات عظيمة جدا متعلقة بإزاي ممكن تستخدم التكنولوجيا حسب مواصفاتك. ولكن المشكلة في اللحظة الحالية إن كل الناس معاها أدوات ممكن تعمل بيها أي شيء، ممكن تقتل بيها، ممكن برضه تخلق بيها معنى حقيقي، بس في النهاية تخلق بيها المعنى الحقيقي لابد أن تعمل كل المعايير المعنى. هل ده ليه علاقة يعني اسف السؤال استطراد، هل ده ليه علاقة بان احنا لسه في البداية، فلسه يعني موجة البداية، موجة البدايات، الاعجاب بالبدايات، الموضوع بعد كده هيبقى مقرر ولا لا؟ انا هنستخدم حالتين هما تاريخ بقى في استخدام الذكاء الاصطناعي، هيبقى تاريخ واحد يعني هستخدم مسمى الفضيحة، فضيحة سينك وفضيحة كوميدي. في سينيت استخدمت 71 قصه قصصها متجهه بالكامل للذكاء الاصطناعي. طلع منهم 41 قطعه فيهم مشاكل، محتوى موصوف او مسروق. فروحتك باتهامات متعلقه بالملكيه الفكريه ومتعلقه بالناس من الاخرين. تانية كوميدي صنعت قصه من قصصها الاربعه لما حصلت فيهم مشكله عن تسلسل زمني لافلام حرب الكواكب.
طلع فيهم خطا يعني فادح متعلق بالدقه. فبالتالي ده دليل ما يخص استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحافه ان ده يدلنا على عندما نستخدمه. فبالتالي هذا الاستخدام لابد ان يكون رشيدا، ان يكون امنا، ان يكون مسؤولا. ومسؤولا دي من هنا نقولها لحد الصبح، لانه في النهايه انا ما اقدرش ادي اي حاجه عشان يعني لابد ان يعمل من اجل الناس وليس ضد الناس. فبالتالي المعايير المهنيه لابد من اعمالها لكي يستخدمها استخدام مسؤول او رشيد.